ميكرو فريد مع انفاس كما العاده. خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس على انهزام ديال المنتخب الوطني المغربي امام مصر في الربع النهائي. واش هما مع ابقاء القجع كرئيس الجامعه الملكيه المغربيه كره القدم ولا يمشي برق ما تقجع؟ الا بغيتوا تعرفوا ارتسامات ديال الناس يلاه معنا. انا 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 مع القجع يمشي سياسيا ورياديا ماشي على رياديا، حيت هو ما فلح حتى في الرياضه، عاد غير فلح في السياسه. عندك القجع وعندك الرباعه ديالو الناصيري بودريقه كاع دوك اللي دخلوا من الرياضه السياسه، هادو كلهم صفه عامه خصهم يمشيو بحالاتهم. كاع اي واحد اللي دار واحد الخطوه على ظهر واحد الرياضه بطبيعه الحال خصو يمشي عطينا التيسع. هذاك ماشي رياضي اصلا، هذا كيبقى كون كيبقى في السياسه احسن ليه. وشي رساله؟ ورساله كنتمنى من عند الله عز وجل، عمر بغيتنا الرياضه بصفه عامه في المغرب ما توفقوش فيها حتى توفق حتى نتوفقوا ان شاء الله. ينقص شويه من هادشي ديال ينقص شويه من الزيادات اللي كاينه في هادشي ديال الغازوال والماكله بطبيعه الحال الخضار والفواكه، هادشي اللي كنتمنى. هذا هو سببنا في الخسران، هذا هو سببنا في الخسران قديما نخسروا بكل تواضع. بكل تواضع احنا القجع ودابا دوك الناس الشرفاء مشاو الله يرحمهم. كان بكري مثلا الناس كتبغي الكره وكانوا مثلا عطيك دابا بالهاشمي ديال وجده الله يرحمه كاع داروا على قبل وجده. هذاك دومو ديال القنيطه كباراليزي كيجيب الكروسه وكيتفرج في الكره. كان مكوار ديال الوداد الحريزي كان اسمو هادو الوجون ديال الوداد. كان كادري حجاج فهمتي. كانوا رجال السملالي معطيوها لكم الناس كتبغي الكره الزاويه ديال الطاس. كانوا ناس رياضيه دابا هاد الناس لا علاقه بالكره بغينا يمشي. بحال نهار 76 نهار مشى بالمجدوب وجاب موس ديال الجيش فهمتي. خل غير تغير خص تكون الكراطه. عندنا الفساد السياسي والفساد الرياضي هادشي خصو يحيد. حنا بغينا الكره بغينا الكراطه. كاين فريق واحد كيفرجنا هو الرجاء العالمي من طنجه للقويره. بغينا المهم بغينا التغيير. اللي هو ميكانيك يكون ميكانيك، اللي نجار يكون نجار. بنادم ما عندوش مع الرياضه وداخل الرياضه خصنا رياضيين. شوف دابا مثلا زامبيا عند هذاك كالوشا ماتوا كلهم بقاو في الطياره هو رئيس الجامعه. كتشوف دابا ايطو هو رئيس الجامعه ديال لعب الكره. هاد الناس لا علاقه بالكره يمشيو بحالاتهم. الفساد السياسي والرياضي يخرجوا على الكره. بغينا نفرحوا شويه ولكن كاين فريق واحد كيفرحنا هو الرجاء العالمي بكل تواضع. لا بكل تواضع بكل تواضع كاين الرجاء العالمي كتبشر تحياتي بطبيعه الحال. لان هذه المساله اولا ولات كلشي تنتسائلوا عليها كاملين ومسائل الشعب كله. لان هذه الطريقه اللي مشى بها المجتمع اللي بقى الفريق الوطني ماشي طبيعيه وماشي اللعب ديالو. وشفنا المسائل ماشي طبيعيه لا من اللعابه ولا حتى من الخطه ولا من المدرب ولا من بان لنا شي فيه شي حاجه ماشي هي هذيك. اذا خص بطبيعه الحال خصنا نعرفوا الحقيقه فين كاينه. وبطبيعه الحال واحد الا ما عطاش وخصنا الناس ديال الميدان حتى الكره اللي بيكون واحد رئيس ديال الجامعه مثلا يكون ود الميدان وكل مسائل باش يكون كيعرف. الا ان القجع مثلا ما عندوش علاقه بالميدان بطبيعه الحال نشوفوا شي واحد اللي يكون عنده علاقه بالميدان واللي يعطيو نشوفوا الانتاج ديالو والتقدم فين غادي الفريق الوطني واش كيزيد في التقدم ولا في الهزام. اما لا كنبقاو غير في هذه المشاكل. وحنا كنلاحظوا حتى من اللعابه بعد مرات تيقولوا راه ما عندهم شي حد كيقول لهم. اللعابه دابا المصري ولا كيلعبوا حرين على خاطرهم بحال مثلا صلاح علاش ما تكون عليه حراسه كما كيديروا على حنا على 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 بوفال على بوفال ولا على سمتو تاما. اذا علاش هو مخلينه بوحدو منه الجول وكان بعدا في الاورجو عاد الاخر هرس ليه الاورجو باش تثبت ليه البيت ديالو. اذا هنا كاين شي حاجه ماشي طبيعيه. شي رساله منك للقجع؟ وبطبيعه الحال القجع اللي حنا ما فيها والو. الا كانوا الناس قالوا تبدل ما كاين حتى شي مشكل. لان خصنا نشوفوا شي واحد اللي يعطيه عاوتاني شي اللي عنده الميدان ديالو ود الميدان ويكون في الكره ويكون عارف الطريقه ديالها التسيير ديال الجامعه. وثانيا خصنا الانتاج. حنا كما كيقول لك ملي كدير واحد المنتوج كتشوف المفعول ديالو. الا عطانا واحد الانتاج اللي مزيان راه بطبيعه الحال راه نمشيو. ما كانش خصنا نغيروا باش نشوفوا عاوتاني الجديد اش كاين. بطبيعه الحال ما كاين مشكل نشوفوا شي واحد اخر عاوتاني. بحال البقاء ديال القجع بحال الرحيل ديالو ملي كيكون المحيط فاسد راه توقع الاسوء. راه حنا من 76 واش ما كايناش منظومه؟ واش ما كاينينش قائمين على الكره الوطنيه؟ واش المنتخب اللي لعب فيه الظلمي والتيمومي وبودرباله وداز فيه باص والنيبت وصابر والحضريوي واش و2004 بالركراكي وبالزيري والمختاري وخرجة؟ واش حنا هاد هاد الجيل هاد اللعابه كاملين اللي تذكروا واللي ما ذكرناهمش والخرج واش ما قادرينش يديو لقب من 76 من البلونوار؟ راه عيب راه مهزله. واش المنتخب المصري كانت غانا عندها جوج القاب
واحد الوقيته توقف الرصيد ديال المنتخب المصري، انطلق واحد الانطلاقه كبيره لان الناس عندها قاعده صحيحه. دابا اللقب السابع كيتحاربوا على اللقب الثامن وديما الناس كتلقى انتقادها. شوف المنتخب المصري كيفاش غادي اللي قصاك، لانه يسهل ما سرقش التاهل باش تكونوا متفقين، لانك انت كنتي مع مدرب ضعيف قزمك صغرك مع منظومه ما كتبغيش الخير للكره الوطنيه، لان نهار لقاو منظومه كاينين فيها ناس كيفهموا في الكره وكيبغيو الكره وكيبغيو البلاد تمشي مزيان في الكره، راه غادي نشوفوا منتخب مزيان وغنشوفوا القاب. لان ما يمكنش هاد الاجيال كلها وهاد المدربين كاملين نعلقوا عليهم شماعه، نعلقوا عليها الاخفاقات ديالنا او لا نبداو هذا خاصو يمشي حجي. راه ماشي، راه المشكل ماشي في هاد الناس هادو، المشكل في القاعده الصحيحه الكواليس ديال الجامعه الوطنيه. ورساله منك للرئيس الجامعه. رئيس الجامعه راه 9 سنين صفر لقب، صفر انجاز، صفر فرحه للجماهير المغربيه. راه انت متمتع بالمنصب ديالك وخديتي به جميع الامور اللي باغيها، وصلتي به للكاف، وصلتي به للفيفا، راه الله يجعل البركه. خلي الكرسي لواحد اخر يجي يريح حتى هو شويه ويبيع لنا الوهم حتى هو، ونشوفوا ناس اخرين. حتى هذا بحال المسلسلات المكسيكيه، القصه وحده والممثلين اللي كيتبدلوا. بعد انهزام المنتخب الوطني المغربي امام مصر، واش انت مع بقى القجع ولا بالرقم تقجع؟ يعني بحالش كيفاش ما فهمتش؟ يعني بالرقم تقجع يمشي بحاله. يعني بحال هكا يمشي بحالاته، يعني هذه 9 سنين هذه ما دار والو، يعني ما عمرنا حنا تقدمنا في شي، ما ديناش شي لقب، شي لقب ولا شي كاس سميتو، ما عمر دينا زعما. يعني صافي احسن يمشي بحالاته. رساله ليه يعني قولي سير بحالاتك، يعني سير بحالاتك كوي تواضي